Let me start by thanking His Excellency President Sisi for inviting me to come to this beautiful country of Egypt. It is a pleasure to be here, and it has been a very fruitful discussion between the two of us and between the two delegations. And as everyone is aware of, we meet at a very difficult time with many global challenges that we have to share our views on, but also to find the solutions. أننا تبحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر. وأود أن أؤكد أنني أعتبر مصر كشريك قوي للدنمارك ولأوروبا، والشراكات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية. كذلك فإن فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فإنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم، كما أننا كذلك الحوار كان مثمر فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها، والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة وللشباب في مصر وفي أفريقيا وفي العالم.